الأماكن المجاورة للمنطقة السكنية. تعد زراعة الأرز أهم نشاط زراعي في ساحل تسالونيكي في شمال اليونان، وتوفر المنطقة قرابة 75% من إنتاج الأرز في اليونان، ويتم إنتاج الأرز بموجب لوائح صارمة. ولأن المزارعين يطبقون إجراءات معتمدة، فإن الزراعة الدقيقة آخذة في الازدياد، وبهذه الطريقة فإنهم يوفرون للمستهلك منتج عالي الجودة وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة البيئة.